بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تكملة الإصحاح الثالث من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس بركته علينا آمين. من الآية 12 الذي به لنا جراءة وقدوم بإيمانه عن ثقة، لذلك أطلب ألا تكلوا في شدائدي لأجلكم التي هي مجدكم. بسبب هذا أحمي ركبتي لدى أبي ربنا يسوع المسيح، الذي منه تسمى كل عشيرة في السماوات وعلى الأرض، لكي يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن، ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة، حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة، لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله، والقادر أن يفعل فوق كل هذا أكثر جداً مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع أجيال ظهر الدهور. آمين. رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أفسس يختم إصحاحها الثالث، أو يأتي إلى منتصف الرسالة، الرسالة من 6 إصحاحات، بيختم الإصحاح الثالث، الإصحاح الأول والثاني والثالث، والجزء التعليمي أو الجزء اللاهوتي في الرسالة، الرابع والخامس والسادس هتكون دراسة أو نقدر نسميه نوع من الابليكيشن، يعني دروس عملية. فبيختم هذه الإصحاحات الثلاثة اللاهوتية بهذه الصلاة العميقة جدا من أجل الأمم ومن أجل أهل أفسس. علينا أن ندرك أو نضع في الاعتبار أن بولس الرسول حينما يكتب هذه الرسالة هو مش بيكتبها وقاعد على مكتب قدامه كمبيوتر، أو مش قاعد في كنيسة بيوعظ وعظة وقدامه كوباية مياه ساعة وفي التكييف. نو، بولس الرسول بيكتب وهو جاسي على ركبتيه مربوط بسلاسل في سجن روما، منتظر الحكم عليه بالموت بالإعدام، في صروف بالغة الصعوبة والشدة، لكنه بيكتب بفرح، بيكتب بأمل، بيكتب بتفاؤل، بيكتب وهو منحصر في الروح، بينقل لنا كلمات الوحي الإلهي بمشاعر روحية صادقة. أقصد أقول أن الوحي الإلهي بيستخدم هذا الإناء المختار، بيستخدم مشاعره الرهيفة الروحية الجميلة، بيستخدم محبته وحبه لربنا يسوع المسيح الذي هو أسير له، مسجون من أجله، مأسور بحبه، لكي ما ينقل لنا هذه الكلمات الجميلة اللي أعلن فيها سر مكتوم منذ الظهور، أعلن له إننا إحنا الأمم من جميع الأجناس من جميع الألوان والأطياف في العالم كله لنا نصيب
في المسيح يسوع في فدائه. عشان كده بيقول الذي لنا به جراءة وقدوم بإيمانه عن ثقة. الجراءة في التقدم إليه مش الجثارة لا قدر الله، آسف في التعبير، مش البجاحة أو في طمع في شيء مش لينا، لكن الجراءة في التقدم إليه له المجد هو استخدام حق بنوتنا فيه، هو له المجد، فإحنا لينا سلطان كأبناء. تملي دلة الحب، دلة البنوة، وتقدم الابن إلى الآب أو إلى الأب الأرضي حتى على مستوانا البشري. الابن له دلة، له مطمع، له قدوم، له جراءة أنه يقتحم مكتب أبوه ويتكلم معاه ويطلب منه. الغريب يبقى واقف مكسوف على الباب، ما عندوش هذه الدلة، ما عندوش هذا السلطان. ده اللي قال عنه يوحنا في إنجيله: والذين قبلوا أعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله. سلطان يعني أي موظف يخش عند رئيس عمل يبقى بيقدم رجل ويأخر رجل، خجلان، يقفل زراير الجاكيتة ويوطي يحط ويشوف الأرض قدام هذا الرئيس. لكن الابن العيل الصغير يقتحم المكتب ويدخل ويتكلم بكل جراءة مع أبوه، له سلطان. الذي لنا فيه جراءة وقدوم بإيمانه عن ثقة. لذلك أطلب ألا تكلوا في شدائدي لأجلكم التي هي مجدكم. آية 12 و13. بولس الرسول بيتكلم عن قضية هامة بالنسبة لهم، بيقولوا ما تفرطوش في حقكم، ما تفرطوش في حقكم، حق بنوتكم، لأن أنتوا تأسستوا في هذا البيت وأصبحتم لكم أحقية في هذا البيت، لستم بعد غرباء ونزلا، بل رعية وأهل بيت، ده بيتكم. اتجرأوا، تقدموا واطلبوا، اطلبوا حقكم في المسيح له المجد في دلة وفي ثقة الإيمان. بولس الرسول خايف بعد ما وصل الرسالة وهم شايفينه مسجون يخوره في الطريق بسبب سجنه وبسبب شدائده اللي هي بسببهم هو مسجون. بيقولهم لا تحزنوا بسبب قيودي، لكن افرحوا، إنها نتيجة كرازتي لكم بالسر. افتخروا، افتخروا بالأولى، لأن خطة الله مش هتعطلها قيودي، لكن هتتحول لمجد وفخار بكم. عشان كده بيقولهم لذلك أطلب ألا تكلوا في شدائدي لأجلكم. حتى لو مت، حتى لو قطعوا رقبتي بالسيف، وده منتظر جدا، منتظر جدا وتم فعلا، لكن انتوا لا تخروا من هذه الشدائد او بسبب هذه الشدائد، كملوا الطريق. يحني ركبته في ايات رائعه. الجزء اللي جاي هقرا تاني لانه صلاه وختام لهذا الجزء رائع جدا، نقدر نقول نموذج للصلاة الروحية وكيف تكون. بسبب هذا أحني ركبتي لدى أبي ربنا يسوع المسيح. عايز يقول أبو ربنا يسوع المسيح، بيخاطب الله الآب. أحني ركبتي لدى أبي ربنا يسوع المسيح الذي تسمى منه كل عشيرة في السماوات وعلى الأرض، لكي يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن، ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم، وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة
حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة، لكي تمتلئوا إلى كل من الله والله القادر أن يفعل كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. هذه الآيات في الإصحاح الثالث من 14 إلى 20 هي صلاة نموذجية رائعة بالغة القوة بالغة العمق من أجل أفسس ومن أجل كل واحد فينا له هذا الإيمان وهذه الثقة كأممي. أعلن لي معلمنا بولس الرسول عن هذا السر المكتوم قبل كل الدهور، يقول بسبب هذا، بسبب إيه؟ بسبب حاجة، يعني فيه حاجة سابقة بناء عليه أنا بصلي وبقول بسبب هذا. دي بداية الإصحاح الثالث. لو نرجع للإصحاح الثالث في بدايته هيقول بسبب هذا، فلهذا هو بناء على آيات أخيرة في الإصحاح الثاني. يعني هو ختم الإصحاح الثاني بآيات وبعدين رجع قال بسبب هذا، وبعدين أعلن السر، وبعد ما أعلن السر قال بسبب هذا بحني ركبتي. يعني الترتيب كالآتي: في آيات في الإصحاح الاثناشر، لما ابتدى الإصحاح الثالث قال بسبب هذه الآيات هعلن لكم السر، وبعد ما أعلن السر جه في الآية 13 و14 للعشرين وقال بسبب هذا أنا أحمي ركبتي وابتدي أصلي من أجلكم. إيه الآيات اللي ختم بها الإصحاح الاثناشر واللي بسببها أعلن لهم السر؟ الآيات هي: لأن به لنا كلينا قدوما في روح واحد لدى الآب. به بالمسيح لنا كلينا اليهود والأمم قدوم في روح واحد، صرنا واحد، ما عادش في يهودي ولا أممي، ما عادش في ختان ولا غرلة، ما عادش في مرفوض ومقبول. لنا قدوما في روح واحد لدى الآب، فلستم إذن بعد غرباء ونذلا، بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. وبعد ما قال هذه الآيات ابتدى الإصحاح الثالث وقال بسبب هذا، ثم أفصح عن سر قبول الأمم الذي استلمه من الله بإعلان خاص. بسبب قبولهم كرعية ومواطنين سميين، بسبب إن هم صاروا أهل بيت الله مع اليهود لا فرق، بسبب إعلانه وكشفه عن السر المكتوم، هو فرحان جدا في قيوده، مستعد للموت بفرح، كل مخاوفه أن يخوروا بعد موته، فبيقولهم اتشجعوا، ده حقكم، تقدموا كأبناء واطلبوا منه. وجاس على ركبتيه وصار يصلي من أجله: أحني ركبتي خشوعا وخضوعا. ربنا يسوع طالما جثى على ركبتيه في جثماني يحمي ركبتيه متضرعا من أجلنا. ومعلمنا بولس الرسول بياخد مثال سيده يحمي ركبتيه لدى الآب الذي تسمى باسمه القدوس كل عشيرة، فهو الأب، أبو الكل، مصدر كل الأبوة، أب كل الخليقة سماوية وأرضية.
ناخد بالنا من الآيات اللي جاية، من الآية 14 للآية 20، بيطلب وبيصلي من أجل أموره عطايا سماوية. وقلت إن هذه الصلوة الرائعة هي نموذج كيف تكون الصلاة الروحية، مش من أجل أمور مادية لكن من أجل عطايا سماوية. اطلبوا ملكوت السماوات وبره، أما كل الأمور المادية فتعطى لكم وتزاد. بيطلب من أجلهم، بيطلب إيه؟ نمرة واحد، بيطلب تأييد الروح القدس. اتنين، بيطلب أن يحل المسيح في قلوبهم. ثلاثة، بيصلي لكي ما يدركوا سر الفداء. أربعة، يصلوا أو يصلي من أجل أن يعرفوا محبة المسيح فائقة المعرفة. وآخر حاجة، يطلب من أجل الامتلاء، أن يمتلئوا من الله. فخمس حاجات في ست آيات: تأييد الروح القدس، حلول المسيح في قلوبهم، إدراك سر الفداء، معرفة محبة المسيح فائقة المعرفة، ثم الامتلاء من الله. نمسكهم حاجة حاجة، الخمس نقط دول أو الخمس طلبات الروحية اللي بولس الرسول بيطلبها لينا ولكل واحد فينا من خلال رسالته لأفسس. تأييد الروح القدس نمرة واحد. يعني إيه تأييد الروح القدس؟ يعني إن الروح القدس يأيدني، يساعدني. أنا هبتدي عمل لكن مش هقدر أكمله، محتاج الروح القدس يأيد هذا العمل ويسند هذا العمل. هبتدي حياة جديدة أنا مش قدها، محتاج اللي يشجعني، محتاج اللي يقف جنبي، محتاج اللي يقويني، محتاج اللي يكمل ضعفي. هو عطية مجانية، عشان كده يقول حسب غناه هو في المجد. ربنا له المجد قال لنا كده، كان بالحري: يعطي أبوكم الذي في السماوات الروح القدس للذين يطلبونه. أن تطلب وندي، عطية مجانية. إن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة. كان بالحري: أبوكم الذي في السماوات يعطي الروح القدس للذين يسألونه. كل قوانا، كل أعمالنا البشرية، كل جهادنا، إن لم يتأيد بقوة الروح القدس فهو إلى فشل، ما يقدرش الإنسان. علشان كده ربنا له المجد كانت وصيته لتلاميذه في حياتهم الجديدة ككارزين بقيامته في عالم وثني رافض تماما، وفي عالم يهودي متجبر ومتكبر ومتصلف جدا وغليظ الرقبة. كانت وصيته لتلاميذه القديسين: لا تبرحوا أورشليم قبل أن تلبسوا قوة من الأعالي. علشان كده كل قوة الكرازة، كل البشارة الجبارة اللي صارت في العالم كله، كل ما رأيناه في الآباء الرسل من شجاعة وفرح في الجهاد الروحي ونصر على الخطية حتى إلى مواجهة السجون والآلام والموت، كل هذا كان عمل تأييد الروح القدس ليهم. وإذا بسرعة قارنا بين ضعفتهم الشخصية كبشر تحت الآلام، وقارنا بين هذا الحال الضعيف المذري المخجل أحياناً، قارنا بين وبين قوة كرازتهم وشجاعتهم ومحبتهم وإقدامهم على الموت طواعية، نقدر نعرف يعني إيه تأييد الروح القدس. وده خلينا نقارن بين ضعف الإنسان في
تنفيذ الوصية في العهد القديم، وقوة عمل الروح القدس فينا ونحن مطلوب مننا إننا ننفذ وصية المسيح. فلو سألت سؤال عن الوصية في العهد القديم، هل هي أسهل أو أصعب من وصية العهد الجديد؟ بلا شك الناموس صعب جدا، أصعب بكتير جدا إن الإنسان ينفذه، وده كان عمل كرازة بولس الرسول، إن الناموس عاجز أن يخلص، لأن كل فسق الإنسان وجهاده وشطرته هو نفسه. بولس الرسول كان فريسي ابن فريسي، يعني كان الناموس ده قدامه أكله وشربه، لكنه عاجز عن أن يقدمه إلى المسيح. صعب جدا. فقط عمل الروح القدس هو الذي يقدمنا إلى المسيح، تأييده لنا هو الذي يسهل لنا طريق التقوى. ده التعبير اللي احنا بنستخدمه واحنا بنصلي في القداس، بنقول له سهل لنا طريق التقوى. يعني ايه؟ يعني يتنازل عن اننا نعمل الاعمال الكويسة، اننا نكون قديسين، لا، لكن يسهل لنا الطريق. الروح القدس يسهل لنا الطريق. يعني مثلا احبوا اعدائكم، دي وصية صعبة جدا جدا، لكنها تنفذت بتأييد الروح القدس. لما الروح القدس يسند الإنسان، ممكن يكسو على ركبتيه والطوب ينهال عليه زي استفانوس ويقول لا تقم لهم هذه الخطية، يغفر له، يغفر له. الإنسان بتأييد عمل الروح القدس قادر على أن تكون الخطية مرفوضة بالنسبة له، والوصية بالنسبة له سهلة التنفيذ جدا. فبقول أحبوا أعدائكم أصبحت بتأييد الروح القدس، بمساندة الروح القدس، بأفراح الروح القدس في قلب الإنسان وقبوله، أسهل بكثير من عين بعين وسن بسن. الناموس قال للإنسان عين بعين وسن بسن، والإنسان بينفذ الوصية دي في العهد القديم وبيجز على أسنانه وشهوة الانتقام جواه عين بعين، لا ده انا عايز اخلق له الاثنين سن بسن، لا ده انا عايز اطرب له اسنانه كلها. ده الناموس الطبيعي اللي فينا، وصعب جدا على الانسان انه يجمع شهوه الانتقام في داخله، ولكن بتأييد الروح القدس يستطيع الانسان ان يقول مع المسيح له المجد يا ابتا اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. فصار تأييد الروح القدس فينا أمر حتمي جدا وضروري جدا لكي ما نكون قديسين. تتأيد بالقوة بروحه في الإنسان الباطن. فبيقول لنا بولس الرسول أنه هذه القوة التي تؤيدنا من الداخل، عمل الروح القدس يعمل فينا في الإنسان الباطن. بولس الرسول استخدم كلمة الإنسان الباطن أكثر من مرة. الإنسان الجديد فينا المولود من الماء والروح، فالمولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح روح هو. وتماما زي ما ميلادنا الجسداني من أب وأم بالجسد بيخلق فينا إنسان مولود بالجسد، فميلادنا من الماء والروح القدس في السر الثاني بتاعنا، سر المعمودية، أقصدش الثاني يعني نمرة اثنين، أقصد سر المعمودية. في سر المعمودية يخلق فينا إنسان روحاني داخلي. قال عنه بولس الرسول غير المرة دي في أفسس 3، قال عنه في روميا، وقال عنه في كورنثوس، ويمكن في مواضع تانية. قال في كورنثوس الثاني آية 4 أو الإصحاح 4 آية 16، لذلك لا نفشل، بل وإن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما بيوم. فأتكلم عن إنسان خارجي مرئي من الناس، وإنسان داخل جوانا بنشعر به
ومكشوف في عيني الله، أمام عيني الله، ومكشوف للروح القدس الساكن فيه. قال أيضا في رومية الإصحاح السابع آية 22 و23 الآية الشهيرة، فإني أصر بناموس الله بحسب الإنسان الباطن، ولكني أرى ناموسا آخر في أعضائي إلى آخره. لكن نتكلم عن ناموس الله موجود في داخل إنساني الباطن، إنسان داخلي. فكل عضو خارجي فينا يقابل عضو داخل جوانا. ده اللي قال عنه ربنا يسوع المسيح: من لهم عيون ولا يبصرون. اتكلم عن البصيرة مش البصر. البصيرة دي بتاع الإنسان الداخل فينا. المسيح له المجد يتكلم عن قطع اليد: إن عصرتك يدك فاقطعها، إن عصرتك عينك فاقلعها. ليه المجد يا ربي؟ مش بتتكلم عن جسد لحمي، بتتكلم عن عين روحية جوانا ويد روحية جوانا. ولما قلت من له أذن للسمع فليسمع، فأنت تتكلم عن الأذن الداخلية للإنسان، إنسان باطن فينا. ده تأييد الروح القدس بيعمل فين؟ قال في الإنسان الباطن فينا. بكده نعرف قيمة أن معلمنا بولس الرسول يصلي نمرة واحد من أجل تأييد الروح القدس. التانية اللي بيصلي من أجلها أنه بالإيمان يحل المسيح في قلوبكم. القضية كلها مركزها ومحركها الإيمان، قضية إيمانية. كل اللي أنا بحكيه ده وكل اللي بنقراه على لسان معلمنا بولس الرسول في الرسائل هو بالإيمان. ما يقدرش يفهمه الإنسان. لو إنسان غير روحي قاعد في وسطنا وبيسمع يقول الكلام اللي بيقوله ده، لكن لما يكون إنسان روحاني عنده إيمان يقدر يقبل الكلام. القضية مركزها الإيمان. حينما يتقوى الإنسان الباطن فينا بتأييد الروح القدس، حينما يتمتع الداخل فينا بتأييد الروح القدس، نتمتع بحلول المسيح في قلوبنا. الخطوة الأولى هي أن يؤيدنا الروح القدس ويؤيد داخلنا العمل الروحي فنشعر بحلول المسيح في داخلنا. علشان كده كان السيد المسيح له المجد خارج عن التلاميذ، قاعد في وسطهم بالجسد، لكن قال لهم في وقت من الأوقات: خير لكم أن أنطلق. هتنطلق ليه؟ لكي ما يحل الروح القدس المعزي. وإذا حل الروح القدس المعزي في داخلكم وأيد داخلكم، لا أكون في خارجكم ولكني أحل حلول داخلي في داخلكم. بحلول الروح القدس لبسوا قوة من الأعالي وصار المسيح حال فيهم وليس ساكنا خارج عنهم. في الآيات دي بولس الرسول بيسأل الله الآب، هو حان ركبته لدى الله الآب، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لكي ما يؤيدهم الروح القدس فيحل الابن فيهم يسوع المسيح. ففي الآيتين دول أو في الثلاث آيات دول أو في هذا الجزء من هذه الصلوة نرى عمل الثالوث القدوس: الآب في الصلاة والطلبة، والروح القدس في التأييد، والمسيح يحل في قلوبنا. الطلبة الثالثة بعد تأييد الروح القدس وبعد حلول المسيح في قلوبنا، الطلبة الثالثة اللي بيطلبها بولس الرسول لينا أن ندرك سر الفداء. فبيقول لنا كده: وأنتم متأصلون، لكم أصل جدر، ومتأسسون، لكم أساس راسخ في الإيمان على الصخر، تبنوا بيتكم على الصخر مش على الرمل. وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين أن تصرتوا أهل بيت الله مع القديسين، أنتم غرباء ولا نذلة. عشان كده بيقول
لهذا السبب، من أجل هذا أنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة، حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين، تدركوا إيه؟ سر الفداء، حتى تدركوا ما هو العرض والطول والعمق والعلو. الفداء هو حب الله لنا الذي مات من أجلنا ومن أجل خلاصنا، المحبة فينا. علشان كده بيقول متأصلون في المحبة، لما كان بيتكلم عن حلول المسيح في قلوبنا قلب الإيمان، ولما تكلم عن إدراك سر الفداء الأدب المحبة، لأن محبة مقابل محبة، هو أحبنا أولا. سر الفداء كله يتمركز حول حب الله، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. فبالإيمان يحل المسيح فينا وتتأصل وتتجدر، يصير لها جذور وتتأسس على الصخر فينا هذه المحبة، وبالمحبة ندرك سر الفداء. جبت منين سر الفداء؟ جبت سر الفداء من الأربع كلمات دول، قال لكي نعلم أو ندرك مع جميع القديسين، لأن مع الكنيسة جميع القديسين إدراك سر الفداء لا يخرج عن الكنيسة، ولا يمكن أن ندرك سر الفداء بعيدا عن الكنيسة. الكنيسة اللي تقدم لنا سر الفداء. ندرك إيه؟ على العرض والطول والعمق والعلو. ما فيش سر الفداء في الكلام ده. واحد بيتكلم لكي ما ندرك العرض وندرك الطول وندرك العمق وندرك العلو، فين الفداء هنا؟ قال لا، ما دي أبعاد الصليب، العرض والطول والعمق والعلو، دي أبعاد الصليب، أبعاد الفداء. فلما بيتكلم عن العرض بيتكلم عن الامتداد الأفقي للصليب، بيتكلم عن العالم كله على المستوى الأفقي، يهود وأمم. ده العرض، ده امتداد سر الفداء لكي يجمع العالم كله يهود وأمم، العرض. طب الطول بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن طول زمني. فالصليب في ذهن الله منذ الأزل وإلى الأبد، ده طوله الأزل الأبدي، حسب طول أنات الله وصبره على خطية الإنسان من أيام آدم لمنتهى الظهور. هذا الطول الأزلي الزمني بطول أنات وصبر عجيب من الله على خطايانا في كل الأزمان. فالعرض يشمل الامتداد الأفقي للصليب، والطول يشمل الامتداد الزمني للصليب. طب العمق والعلو، هل ده المستوى الرأسي؟ إذا شفته من فوق من عينين ربنا بعيني الله، إذا نظر الله من السماء ينظر إلى الأعماق حتى إلى الجحيم، عمق الأرض أو عمق خطية الإنسان، وكيف انحدر الإنسان لكي ما يصل به الحال، حال الخطية، إلى الموت وإلى الجحيم. فده العمق. طب العلو، ده إذا نظر الإنسان من الأرض لفوق، من الأعماق، من الجحيم لفوق، يرى ذاته وكأنه بالصليب قد ارتفع إلى علو السماء، يبعد الصليب. العرض هي الامتداد الأفقي الذي جمع العالم كله يهود وأمم، والطول والامتداد الزمني منذ الأزل وإلى الأبد، والعمق هو نظر الله الذي ينظر إلى الأعماق وينتشل الإنسان من الأعماق فيرتفع به إلى العلو، حينما ينظر الإنسان ذاته مرتفعا إلى علو السماء. دي الطلبة الثالثة اللي بيطلبها معلمنا بولس الرسول، التأييد الروح القدس، حلول المسيح فينا بالإيمان لكي ما ندرك
سر الفداء بالمحبة مع القديسين أي في الكنيسة. ورابع حاجة يقول لنا معرفة محبة المسيح الفائقة المعرفة، فائقة المعرفة according to New King James، يقول لنا which passes knowledge، فقط حدود معرفتنا، passes knowledge، معرفة فوق ما لا نستطيع معرفته، شيء غير محدود لكي ما نعرفه ولكننا نعرفه، شيء عجيب قوي، شيء غير محدود فائق المعرفة لكننا نعرفه حسب صلاة بولس الرسول. يعني هنعرف اللي ما يتعرفش. طب نعرف ازاي؟ الإنسان المحدود ده يعرف ازاي غير المحدود يحتوي ازاي؟ بولس الرسول له كل الفضل في انه يوصل بينا الى الحال الروحي الذي ندرك به هذه المعرفة. فأنا مثلا أقدر أقول أنا لفيت العالم، خدت طيارة ولفيت العالم، لكن هل أقدر أقول فعلا طبعا أنا لفيت العالم؟ يعني ممكن أثبت لك من الباسبور بتاعي إن أنا لفيت العالم، ممكن أجيب لك صور تقول لك أنا موجود في كل عواصم العالم وكل بلدان العالم، زرت حتت كتير 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 كتير، أنا لفيت العالم. لكن وانت بتقول انا لفيت العالم، وده طبعا انجاز رائع جدا كسايح او ذائر او واحد هوايته انه يزور العالم وبقاع العالم، لكن اقدر اقول ان انا ادركت كل بقعة في العالم ورجلي وطأت كل سنتي في العالم؟ طبعا يستحيل. فانا بعرف اللي ما يتعرفش، لكن يبقى هذا اللي ما يتعرفش ما تعرفش. لما نقول إن مركب أو سفينة جبارة كبيرة جدا، المركب دي جابت كل البحار وكل المحيطات، مركب بقى لها 20 سنة في المية بالسواح، بتروح بيهم كل بقاع وبتجوب بيهم كل الشواطئ وكل الأمكنة في البحر، فهي لفت البحار كلها. لكن نقدر نقول إن هي لمست كل نقطة مية في هذه البقاع وفي هذه البحار وفي هذه المحيطات؟ بلا شك لا، لكنها لفت العالم. فبيقول لنا معرفة المسيح فائقة المعرفة، اعرفوا المسيح اللي لا يمكن ندركه لكنكم تعرفوه، جمال روحي وأعماق غير عادية على فمك يا معلمنا بولس الرسول، وتطلبها من أجلنا لكي ما تمتلئوا، دي الطلبة الخامسة والأخيرة، لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله. إذا تأيتم بالروح القدس وحل المسيح في قلوبكم بالإيمان وأدركتم سر الفداء وعرفتوا المسيح اللي فائق المعرفة، تعبير عجيب قوي، هل تمتلئوا من الله؟ وما لقيتش أي مثال ممكن أفسر به هذه الآية غير إن أنا أحط كوباية جوه المحيط. الكوباية لا تقارن بالمحيط، لكنها امتلأت بكل المحيط. وده اللي أنا تملي أقوله وأؤكد عليه، إننا حينما نتقدم إلى الأسرار المقدسة فإحنا بناخد المسيح بحاله مش جزء من المسيح. محدش يتجرأ إطلاقا ويقول إنه بياخد جزء من الجسد، أنا باخد كل الجسد، ملء الله، ملء معرفة المسيح فائقة المعرفة، أمور يعجز الإنسان عن التعبير عنها. بولس الرسول بيكمل وبيختم وبيقول في الآية 20-21، والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا، له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع أجيال دهر الدهور، آمين. القادر أن يفعل فوق كل شيء أكتر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. ورسل الرسول جاسي على ركبتيه وطلب من أجلنا 5 طلبات،
أن نؤيد بعمل الروح القدس، أن يحل المسيح في قلوبنا بالإيمان، أن ندرك سر الفداء، أن نعرف محبة المسيح فائقة المعرفة، وأن نمتلئ إلى كل ملء الله. فصرخوا شعب أفسس وأنا وياهم وبقول مش ممكن، مين يعمل كده؟ فرد علينا بولس الرسول وقال لنا القدر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب هو اللي يعمل فينا. يعني إذا كان أنت غير قادر أنك تصدق أو تحتمل، الله قادر أن يعطيك. دلل عنه ربنا يسوع المسيح للمجد لما رد على تلاميذه وقالوا له من يستطيع أن يخلص؟ قال لهم غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. يكون لنا الإيمان وإحنا ناخد منه. بولس الرسول بيختم الإصحاح الثالث الجزء الأول من رسالته لأفسس، الجزء اللاهوتي من هذا السفر أو هذه الرسالة الجميلة بهذه الآيات الجميلة بهذه الصلوة. وما ننساش أنه ابتدى الإصحاح الأول أيضا بصلاة، هو ختم بصلاة وابتدى بصلاة، فبيتكلم بأسلوب أكن فيه تسبحة، تسبيح لله. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح، كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة إلى آخره. ده الجزء اللي ابتدى بيه أو الآيات اللي ابتدى بيها الإصحاح الأول، ونراه يختم الإصحاح الثالث أيضا بتسبيح وبشكر لله الآب، له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع أجيال ظهر الدهور كلها آمين. له كل مجد وكرامة، له كل مجد وكرامة أيها الآب والابن والروح القدس. نعمة الله الآب فلتحل علينا وتعمل بينا إلى الأبد آمين.